هلا يعني لما قلتي لي فري حسيتها اصعب طبخه بالعالم. لا اسمعي، ما تنقذي انك تستعمليه، جد ما تخافي من هذا الاشي. أوكي. الفري او شيء عصفور كثير لطيف يا لوحي وصغير وهيك كنكونه وصغيره وحلوه زي المصريين لما بيعملوا شو اسمه الحمام المحشي. نفس الاشي بس هذا بطير مشهورين وهذا بركض باختصار. هذا بركض هذا ما بيطير. بدك تلحقيه، بدك تقعدي تقعدي تلقطي فيه انه تحاولي بس هو متوفر عندنا صح؟ موجود بالسوق. موجود عندنا بالسوق. هلا انا هذا جايبته فروزن لانه صراحه مش من عمان. يا نوسي شوفي قديك كتكوت. تنظيفه سهل، شغله سهل، ما بنقز، بالعكس بتعامليه معاملة أي نوع من أنواع الدواجن. وإحنا مع إحنا صراحة بالبيت كيف بنعمله؟ مع الملوخية أو ماي بيرسونال فيفورت، الإشي اللي أنا كتير بحبه مش شوي، شوربة الفريكة بالفري. والله إف شو روعة، إف شو روعة. طب قولي لي هذا فيه لحمة؟ شكله فيش فيه ايه؟ فيه لحمه انه واحد يكلها، انه حسيته كثير صغير. لا هو ببو بس هذا الجامبو فيه. هذا كمان في اصغر؟ يس في صغير. انتوا شايفين للفري؟ يعني ما اجان ما جد يعني حاولوا انه تلعبوا فيه، يعني عن جد ما بنقز ما بخوف. طيب هلا انت وطعمه زاكي. زاكي طعمه. هلا احنا رح نلعب شويه خلطات. شايفه لانه المقادير عندي حلو يا عيني عليك. انا هذا الاشي اللي انا بحبه لانه في الناس بتنقز من ال الجيمينس اللي هو مش جاج. ففي طعمه بريه من طبيعه اكله، من طبيعه وين بنحط، ففي في في هاي الطعمه. فاحنا بدنا نحاول نخفف منها، حتى الصوص اللي عاملينها فيه صوص تفاح معاها كثير لابا بتخيل زاكي. رح نحشي. طب قولي لي بس اول اشي كيف من نطفه ولا اشي؟ حسب الاكله. هلا انا خليني اطول جلوفز. حسب الاكله اللي احنا بدنا نشتغل فيها. أوكي. يا بتفتحي باترفلاي بتقصي له ظهره العمود الفقري كامل بتقيميه وبتفتحيه هيك. اوكي. وبتلطفي الاشياء اللي جوا. هو شو بيطلع يعني؟ القلب هالقد والفشه هالقد. منيح اذا طلع لك اي شيء فيهم. هلا اذا طلع لك ضبيهم على جنب وقلبيهم مع هاي مع ما تنقزي ما تنقزي في زاكي. زاكي كثير زاكي. اوكي. طيب واذا جبناه مثلا ما بنحط عليه خل وليمون نفس الشيء؟ نظف. زي الدجاج يعني. الدجاج عاملين زي الدجاج بالضبط. تمام. بس اللهم يعني بياخذ يا دوبك وقت بالفرن. مش قد الدجاج. تكي. اوكي. ايش بالنسبه للجلوبز يا بيلي؟ طب خليكي انت على جنب طلعي فيه. كثير كنكون. هلا ما في شيء اسمه يعني في وينجز بس مش نفس الوينجز اللي بنتعامل فيهم مع الدجاج. ما له دخل. بدنا نحشيه من جوا يتنظف ليمون وبصل وطحينه طحين. وعادي يعني ريحه جيمينس، في ريحه البراري خلينا نحكي. وده حاولي انك تخليه وتطولي وتنظفي كل شيء من جوا. يا دوبك اصلا بتنظف بكون منظف جاهز بدوش شيء. هلا للحشوة بدي أحمر الخبز. أوكي. إذا حطيتي زيت وعم نحمر الخبز. الخبز إيش مستعملة؟ توست. أنا بدي أستعمل التوست معاهم. تمام. بتحمر هيك نتفة ومنبلش شوي شوي ندير المقادير الثانية. أنا بدي الحلاوة فجبت تشري. تشري هذا كرز أحمر. كرز مجفف. ايوه كرز احمر مجفف. كستنه روعه. تفاح اخضر وجوز والاراسيا برقوق اسمه اراسيا. اراسيا. عندي شويه روزماري برضه راح احطها معاها. اوكي. ونتفت ملح وفلفل. هلا كل القصه انا ليه بدي اقلب يعني ليه ما حطيت كل شيء ني ودخلته؟ لاني بدي اطلع اسكى شيء من كل شيء. أوكي. كيف بتطلعيه؟ لما تعرضيه للحرارة. منه الحشوة هاي طبعاً بنحط ملح وفلفل عادي، جوزة الطيب كمان 100%. أوكي. وين حطينا جوزة الطيب؟ هلا أنت فهميني رح تحشيه. رح تحشيه. أوكي هاي المقادير. هاي للحشوة. أوكي. نحشي. طيب. بعدين باخذها وبقلبها بحطها بكيس
وبالفرن. اوكي بس فهمت عليك. موضوع جدا اوكي. اذا احنا هلا عم نقلي الخبز وراح نحط المقادير هاي بعدين نحشيها بالفري. نحشيها بالفري يعني عليك. اوكي هلا انا اهم شيء بدي الكرز، تفاح كرمل. بدي التفاح كرمل. اوكي روعه روعه هاي. هلا في اذا عندك تركي كثير سهل تعمل نفس الشيء، نفس المقادير. نفس المقادير. انا مره عملت التركي والله لا يورجيكي. تركي شو صار معك؟ يعني عملتها انا وكوزن. ايوه حاسه رح تلزقيها كوزن. بس باخذ وقت التركي. شوفي الرول اوف ثام زي ما بيحكوا بالكيتشن انه يعني اهم شيء العام بالعموم كل كيلو بده ساعه. يعني جبتي تركي 7 كيلو 5 كيلو بده 5 ساعات. بس هلا عشان الحياه صارت احلى واسرع وكل هاي الاشياء، في تركيز بتجيبيهم من الـ السوبر ماركت، في جواتهم مقروصين بميزان حراره ودبوس هيك. اول ما يطلع خلص يبلش يطلع بكون استوى. اوكي فهيك هو. فانت هيك بعطيكي انه انا استويت طلعيني. طلعيني عشان ما تقعدي تفكري بالموضوع. هيك بيساعد ست البيت. تمام. بس هو باخذ وقت التركي، يعني تنظيفه بالطحين وتاكدي انه ما عليه شيء من برا، مع انه هو بيكون منظف بس انه زياده. والمارينيشن ونعمل تكنيك، رح نعمل فيه تكنيك اسمه براينينج، هو مش شيء جديد بس يعني بيعطي بيعطي. هي حطيت الكستنة يا قلبي. اوكي حبيت فكره الكستنة. بس كاي شيء. اوكي وانت حاطه جوز هون. درت كمان جوز. الله شو روعه الروائح، انا بحب هاي الروائح. هاي حطينا كمان روزماري. وين بقيتهم؟ اوكي اكليل الجبل. تمام حبيت. انا ممكن حطة مية صغيرة. ايوه في الكستنة اللي بالشوكلت زاكية كمان. مارون جلاسي. مارون جلاسي. مارون جلاسي. هي يعني بتكون قولي واحدة منهم الشوكلت بس مش الأساسية. بس ذكرتيني زاكية. في شمي. مع الروزماري كمان. I love it. I love it. هلا احنا جاهزين انه نحشي. شو بدنا نعمل؟ نبعده عن النار او نسكر عليه. اوكي. اخفف من العجقه اللي حواليه. يا الله. بدي احطه بالفرن. بحب هدول الطناجر. هلا انا عارفه انه الطنجره كبيره بس احنا رح نحطها بكيس. اوكي وجوا الطنجره او الفايركس اللي هي رح نستعملها. الموضوع كثير سهل. هي الكيس تبعي. كيس الفرن هذا. ايوه كيس الفرن. هلا خلي هذا هون على جنب لانه لسه باقي لنا 1 ستيب. هلا هاي بدي افضيها ارد ارجعها وين صحننا احنا تبعها. في صحن هذا. ايوه خبز هو. تمام. هيك الحشوه انا عندي خالصه جاهزه. فيك تحطي. اسمعي هون انت بتضلك تدوقي عشان تعرفي انت جد ايش حابه تحطي كمان. بيطلع معك كثير اشياء زاكيه. طلعي اجمل. بس الريحه جد زاكيه. انا بحب الحلو بالاكل. وانا كمان بسعدني وانا بدوقه بستمتع فيه. انا الحلو والحار كثير بحبهم. قد ايه كونتراست حلو. طيب نحشيهم. بس هلا انا بدي استنى شوي لتبرد بس انا محضره اوريدي وحده على جنب. يلا هلا هون بدي ابلش احمر الفري. اول شيء بحشيه وبعدين بحمره. بتحمريه بعدين بحطه بالكيس وبحطه بالفرن. هلا الحشوه تاعتي بردت اوريدي انا محضره وحده. هلا رح احشيها جوا الفري. يا لوحي ما هي كتير صغيره كيف بدها توسع؟ بدك تدبري حالك. بدك تدبري حالك.
اسمعي عن جد بعدين قديت طعمه رح تطلع زاكيه. اكيد اكيد مع كل هالحشوه الزاكيه. اوكي احنا استنينا بس الحشوه تبرد. اه بالضبط لانه اذا حطيناها يعني تصير درجه حراره الغرفه بيسكلي. اه وحاولي لما تطولي من الحشوه يا قلبي طولي من كل شيء. اه تمام عشان انه لما تفتحي الصدر تدوقي فعلا يطلع معك كل النكهات الطيبه. بعدين بنخلصها بصوص التفاح مع البطاطا. يا ويلي تمام حبيت. بتحبي تربطي بعدين؟ ايه ايه ولا إلي دخل ولا طب سمعتك. كيف تعمليه؟ مش انت بتحشي دجاج؟ لا لا برضه. ايش تطبخي للحزين؟ شو باكل؟ ملوخيه مقلوبه. طيب مش في دجاج؟ لأنه شهم بحب الملوخيه. جوزك ما هو جوزي باكل مع شهم. شو انا بدي اعمل طبختين وبعدين شوفي امي كم من طبخه بتطبخ. امي برمضان بتطبخ لها شيء 4-5 طبخات. لازانيا مع كرونه بنرجع من عيد. ملوخيه بعدين مقلوبه لازانيا معكرونه. اللي هي المعكرونه طبخه يعني؟ أوه. انت بتعتبريها طبخه؟ طبعا مفيده. بعدين لما واحد يكون بعمل دايت كل شيء بالفرن، دجاج بالفرن، ستيك، اي شيء. طب العبي بالاكل يعني تتفنني لك نتفة. هلا بدي اعمل هاي الفري السنه الجايه ان شاء الله. السنه الجايه تكون الفري صار يطير. اوكي لا حبيت شكله بصراحه. بعدين بسميهم فيفي ميمي. بعدين هيك عرفتي تبزعيهم من النص. حرام الاشي زاكي. It serves its purpose. البيربس تبعها الهدف تبعها بالحياة انها تتاكل. مزبوط. بس هلا احنا نجيب الخيط. ليه بدنا نربطه؟ عشان منظرها بيطلع احلى وقت التقديم. بكونوا رجلين مضبوبين على بعض. اوكي زي التركي يعني. بالضبط زي التركي. اوكي تمام. بس نتذكر نقيم الخيط مش ليه ما عمرك اكلتي خيطان؟ كمان؟ طب ليه يا ربي؟ عمرك ما اكلتي خيطان فيه؟ عاد ايش بدي يصير لك يعني؟ لا بعدين شوفي الخيط اللي مستعملينه مش الخيط تاع المطبخ لانه هذاك هالقد عرضه. بزبطش على الفري. اوكي. فاحنا رح نستعمل الخيط بس هيك خيط العادي شايفه. بس بدي هيك اكبس الرجلين على بعض. الاجرين مع بعض. اوكي تمام. لا هاي حلوة بتعرفي ليش؟ لأنها غريبة فلما تقدميها للناس حتى لو كان عندك عزومة حلو كتير. بدل الدجاج المحشي بعدين بتدمليهم جد. بدوقوا إشي زاكي كتير زاكي. طيب. واطلعي من زون الخوف إنه بطعميه شو يدوبك فيه هالصدر لا زاكي وغالي. جربيه دوقيه يعني ما طعم. كيف سعره هو أصلاً غالي؟ يعني يعتبر من الفاول او الطيور اللي مش رخيصه. اوكي ليه لانه بيقارنوا كميه اللحم بالسعر. باختصار. اوكي بس اذا بتطلعي قد ايه في طعمه. انت ليه عم تنقز؟ انا بخاف من الزيت. اعمل الزيت تمام. هيك بس نعطيه لون. لون احنا هلا بنحط عليه ملح وفلفل. هلا بنحطه بالكيس. واو ضل انا واو 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 واو. هلا الصوص تعيس التفاح رح نعملها على نفس الطنجرة عشان بدي تلقط نكهة الطعم. قد ايه بحب هذا الشيء. كان عندي بروجكت نطلع 40 ريسيبي للفري وبيض الفري شغل. 40 ريسيبي. طب طلع معك شيء ولا هن وصفتي؟ نزل الكامبين. اسمعي لا كان معي تيم رهيب واشتغلناه ونزل الكامبين بس هو مش بالاردن. الكامبين البرودكت مش اردني. قد ذاتي وهي بالنسبه لنا انه اكسبيرينس انه نتعامل مع شيء زي الفري. صح بس طلع معك 40. طبعا اكثر من 40 صح. اوكي بقول لك معي تيم كمبين. اوكي شوفي هاي الحلاوه اللي طلعت هلا. يعني انا جايبه وحده بس صراحه قد ايه كتكوته
شوفي آه شكلها هلا منقيمها. طيب خلينا نخلص من الفري ونحطه جوا الكيس. قد ايه صعب؟ شو عملنا احنا هلا؟ هلا كثير سهل جد جد. يعني شو سوينا؟ سوينا اشي؟ ولا اشي. سهل. سكره، حط نتفة مي على 200، بخذ له نص ساعة. وين سرحتي؟ نص ساعة. وين رحتي؟ مع الفري. عذبناه عذبناه. وين المي تاعتنا؟ اوكي بنحط مي، ندير نتفة مي ونص ساعة قلتي لنا. يعني بدوش كثير. طب بتقدم مع رز او شيء ولا؟ هلا في حشوة. انا كنت جعبالي شو اعمل فيه. كسكسي. زاكي برضه مع الصوص. بس هيك يعني انت فيكي تتفنني فيها يعني صراحة. تعملي رز شعلان برضه. رز شعلان بزبط. تحشيه برز شعلان بطلع كثير طيب. كثير انا جربته صراحة فيها كثير طيب. وبزبط نعمل كسكس كمان صح؟ يعني كدليكسي يعني نعتبرها نوع من الاكلات انها تدمجي انه تمشي على الاوروبي ستايل. شوفي اجملك انت. كتكوته. هلا بدنا نحط طالع زي الحلو قد ما حلوه. اوكي هلا بدنا نعمل صوص التفاح. كثير اشي سهل يا قلبي. على نفس هادي انا محضره تفاح اصفر اللون. ليه اصفر؟ بدي الغربله تبعيته الملمس الترابي. ما بدي التفاحه تكون هيك متربه. ايوه. وبدي صوص حلوه. اوكي بدي صوص حلوه لهذا الشيء. اذا على الزيت التفاحات. كم من تفاحه حطيتي؟ واحدة مبشورة بشريتها. يس بالضبط. وين معلقتي انا هلا؟ بس تخلص ها بدي اياها هيك برش عليها نتفة سكر نتفة ملح. وهون شو حابة هلا انا مثلا اذا كانت معي بس هلا مش موجودة. تعرفيها ستار انيس النوع بهارات زي النجمة؟ عرفتها بس هاي بعرفش ايش اسمها. ستار انيس اسمها. أوكي. من مش ينسون قريب منها من ال anyway. هاي نقطة منها بتعكر بحر. بس شو طعمها فيه؟ زاكية شو طعمها؟ طعمتها زي شو؟ مش بحطوها مع الكبسة ولا لا؟ مش كل حدا لا هي مش معروفة كتير بالكبسات. بشوفها عند العطار مش جنب اللومي بشوفها. اسمعي جربيها. انا امي طبعا بتكرهها هذه قد ما انا يعني استهلكتها بطريقه ما تتخيلي. بس جد طيبه. وهذا خلينا نحط شويه ملح. اوكي اذا انت حطيتي التفاح مع شويه سكر شويه ملح وفلفل. وعندي عصير تفاح اخضر. اوكي ليه بدي هاي النكهات تبعيتها. اوكي بدك نكهه التفاح. بتعرفي ايش انا بحب الشوكليت اللي بتحرق. عمرك ضايقتيها قد ايه زاكيه؟ رهيبه وسهل تنعمل باي ذا واي. كثير سهل انك تعمليها. مش اختراع يعني. طب نعملها مره الشوكليت اللي بتحرق. رح نعملها وان شاء الله يا رب انها تزبط مع ون اوف ماي فيفورت شيفز. عنده عشق لشيء اسمه شوكليت وهيز ذا ماستر شيف بهاي الاشياء. شو رهيب. ان شاء الله ما راح احكي اسمه هلا عشان هو اصلا لسه ما بيعرف عن الموضوع. بس هو من حاضر. بتحبي الشوكليت؟ كشوكليت مين ما بحبها. اليوم راح نعمل شوكليت. اليوم راح نساوي هاي الشيء هلا. هاي اوكي راح اضربها بالخلاط. اوكي وراح تصير زي اولموست البيبي فود. زي الشيء المهروس البيوري. بالضبط الهريس. وبعدين بنسكب يعني بنسكبها على الصحن ومنصفط السمان عليه. اوكي تمام. اوكي
بدي اهم شيء يا قلبي انه نقصقص. وين حطيت انا المقص؟ نقصقص الحبال. اوكي، مع انه انا صراحه من الناس اللي بحب اقيمهم وقت ما انا عم باكل. اقيمهم وانا عم باكل. اوكي، بنحطهم هلا. يس، بسم الله. اوكي، الصوص، شفتي الصوص كيف طالع؟ اه، زي اكل، زي ما قلتي، زي الاكل البلاد الصغار المهروس. اكزاكتلي. اغسل ايدي نتفه عشان وانا بتعامل مع الحلوين. اوكي، شفتي ما احلاهم؟ كثير حلو. اه، منظرهم احمشين ومخدين لون حلو. قد ايه بدك احط لك؟ اثنين ولا واحد؟ شباب قد ايه بدكم؟ اثنين. واحد، one for each. طلال انت بالذات ما رح اعطيك.